بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ها نحن اليوم نودع سنة ونستقبل سنة جديدة. في هذه السنة نحن هلأ ننظر إلى ما قدمنا في السنة الماضية على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العملي، وكذلك على الصعيد الدعوة إلى الله عز وجل. في قناة عليون والحمد لله قدمنا ما نستطيع أن نقدمه من خلال طرح أفكار جديدة ومعلومات جديدة وأسرار جديدة تتعلق دائما بالله عز وجل وبأهل البيت سلام الله عليهم. طبعا لا أريد أن بديش أذكركم بهالأشياء، بس ولكن سوف نستعرض معا في هذه السنة الحصاد، حصاد قناة عليون، ماذا بالتحديد قدمنا لحتى نحن نقدر نحط أهداف جديدة أو نكمل الأهداف التي نريد إكمالها للسنة القادمة بإذن الله. في هذه السنة عملنا قناة، عملنا موقع عليون، هو إذا بتقدروا تشوفوا عليون.com. بهذا الموقع قدرنا نحط كثير من المحاضرات، قدرنا نحط بعض الأفكار اللي كنا نكتبها على الفيسبوك، وتقريبا أخذ هذا الموقع للتصميم وللانتهاء منه تقريبا على حوالي شهرين، وأخذ وقت ومجهود ومال. هالأشياء كلياتها كانت بمساعدة إخوة أكيد من الناحية التقنية، بس ولكن قمنا بتغطيتها من الناحية المادية من التبرعات التي كنا نأخذها من الإخوة، سلام من الإخوة بارك الله بهم. بعد منا قمنا بعمل تطبيق، وهو يمكن من التطبيقات الأولى، وتطبيق إسلامي شيعي يتحدث بقلبه عن فضائل السور عن طريق روايات أهل البيت. وهذا التطبيق هو تطبيق قرآني يستطيع الإنسان من خلاله البحث الجذري، يعني بفوت من جواته بقلبه وبشوف جذر الكلمات. وكذلك هذا التطبيق أخذ وقت وأخذ مجهود وأخذ مال لحتى قدرنا نوصله بالمراحل الأولى اللي نحن طرحناه فيها. طبعا هذا التطبيق بالنسبة لنا نحن يجب أن نستمر بالعمل عليه لحتى نوصل إلى الهدف المرجو منه إن شاء الله في المستقبل، والذي نحن لازلنا نعمل عليه حتى الآن من خلال تسجيل أصوات، من خلال طرح فكرة جديدة لتعليم الناس القرآن الكريم، من خلال تكنولوجيا جديدة اسمها الأدابتيف تكنولوجي أو الديب ليرنينج تكنولوجي، وهذه أشياء تستعمل في الذكاء الصناعي للروبوت، يعني الروبوتات الحديثة يستعمل خصوصا بشركات مثل مايكروسوفت وجوجل يستعملون هذه التقنيات لحتى يقدروا يفهموا الشخص اللي أمامهم، لحتى الروبوت اللي هن صمموه من الذكاء الصناعي يقدر يتعامل معهم. نقوم بإدخال هذه التكنولوجيا إلى هذا التطبيق، وطبعا هنالك الكثير من العواقب إن شاء الله في المستقبل منحلها كلياتها ومنقلكم بالتحديد وين صرنا، بس ولكن الآب موجود مثل ما نحن شفنا هذه السنة موجود على الآب ستور، يعني على مركز التطبيقات بأندرويد والآبل. نفس الوقت كانت أول فكرة مطروحة للأوراد، يعني ألف حرز وحرز كتاب المجربات الإمامية لأول مرة يصمم بتصميم جميل حتى الإخوة الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي بيقدروا ياخدوه من أوراد.me www.aurad.me، حتى بالتطبيق اللي موجود على كمان على غرفة التطبيقات الأندرويد والآبل بنفس الوقت، والحمد لله الذي نشرناه وعملنا عليه، يعني قمنا بطباعة الكتب من أول وجديد وإدخال صور جميلة عليه لحتى يقدر الإنسان لما ينشرها أو يبعثها لشخص آخر يأخذها بطريقة جميلة، لأن الأوراد هي الطريقة التي نصل بها إلى المراكز الروحانية الكبرى مع الله عز وجل. كمان بقلب الأشياء التي قدمناها قدمنا تطبيق اسمه أوراد تاني، بس ولكن هذا التطبيق للأسف يعني صار الشخص الذي يقوم بتصميمه، قمنا يعني نحن قد ما فينا عملنا معه تقريبا حوالي 3 إلى 4 أشهر حتى أكثر، حتى وصل ل6 أشهر، وأخذ المال كثير من المال يعني وكثير من الوقت وكثير من التصميم، بس ولكنه بعد هلأ ما مشي الحال لأن صار في عدة عوائق كمان مع ذلك الشخص ولم يستطيع
إكماله على الله عز وجل أن يهديه ويكمل هذا التطبيق، أو نحن من مكاننا نحن عم نحاول نرجع نصنع من أول وجديد، بس ولكن هذا كمان يتطلب وقت ومجهود، وإن شاء الله بالمستقبل القريب سوف نقوم بطرحه. طبعا بالإضافة إلى جامعة آل ياسين أو جامعة العلم، نحن الحمد لله يعني الحمد لله بتوفيق من الله عز وجل قدرنا نعمل جامعة العلم دوت كوم، والحمد لله أن الله عز وجل أعطانا هذا بفضل الله عز وجل أنه قدرنا نحن ناخذ اسم العلم دوت كوم لحتى يكون أول موقع يشبه مواقع اللي موجودة في الهند مثل كتان أكاديمي أو موجودة بالولايات المتحدة التي تقدم علوم شبه مجانية أو مجانية بالكامل لكثير من الناس، بس نحن حناخدها بطريقة أنه هذه العلوم هي علوم للثانوية أو للجامعة من خلال الأساتذة اللي إن شاء الله الذين نتفاوض معهم هلأ للتعاقد. وأي أستاذ نرجع بعيد، أي أستاذ أي شخص منكم أيها الأحبة عنده علم معين، علم أكاديمي أو غير أكاديمي أو روحي، ممكن يقدم طلب على العلم دوت كوم، يبعث لنا طلب وإن شاء الله نحن نتواصل معه ومنبلش بتسجيل الحلقات لحتى إن شاء الله قريبا نبلش نعطي العلوم هذه للناس. وبنفس الوقت عملنا تطبيق، وهذا التطبيق كمان أخذ سنة شغل، سنة كاملة كنا متفرغ نهائيا لهذا الموضوع. عملنا سيرفر مخصص، يعني خادم بسموه سيرفر من الناحية التقنية مخصص للجامعة، أدخلنا فيه كل شيء تقني متطور، أدخلنا فيه إنترنت سريع. هاي الأشياء كلها أخذت وقت ومجهود ومال كمان، بس بنفس الوقت الحمد لله وصلنا على النهايات، وإن شاء الله الباقي هلأ إنه نتعاقد مع الأساتذة، والمراحل اللي بعد منا بتبلش مراحل التسجيل، وهالأشياء كمان تتطلب مننا إنه نأمن كاميرات بالمستقبل وأشياء تقنية لحتى نقدر نخلي الأساتذة يقدموا أفضل ما لديهم لحتى يقدر يوصل هذا العلم للعالم العربي، لحتى يكون أول موقع همه الوحيد هو إيصال العلم للناس، الذي بنفس الوقت بهذا الموقع يحمل اسم أهل البيت سلام الله عليهم. طبعا هذه المواضيع كلها وبعض المواضيع الأخرى التي إن شاء الله في المستقبل سنعلن عنها كلها ما كنا لنستطيع أن نقوم بها لولا دعمكم، يعني الدعم اللي أنتم قدمتوه، كل المال اللي قدمتوه لنا تقريبا انصرف ب بالناس الذين عملوا على هذا يعني المعاشات التي عملت على هذه المشاريع، والناس التقنيين وشراء حاجيات والأشياء كلها. هاي كل أموالكم اللي أنتم تبرعتوا بها بالماضي لجامعة آل ياسين وجامعة العلم هي كلها انصرفت على هذه المواضيع. طبعا بسنة 2000 هاللي جاي هلأ السنة الجديدة كمان فيها تحديات كبيرة، كمان لازم نحن نعمل نطور حالنا ناحية التقديم الإعلامي. كان في عنا مشروع إنه نعمل رسوم متحركة، كل العلوم اللي قدمتها إنه تتقدم بطريقة رسوم متحركة 3D، يعني مش رسوم متحركة للأولاد الصغار، لا الأشياء الحقيقية اللي حتى يستطيع الإنسان يرى الملكوت ويرى الناسوت والمعاملة بينهم وبين بعضهم وكيف الشيطان يدخل علينا. يعني كان في سيناريو كبير للقيام بهذا العمل، بس ولكن للأسف بعض المحيطين يعني بهذا المشروع ما كان عندهم إخلاص اللازم لإكماله، انشغلوا بأشياء سبحان الله. الآن الإنسان إذا بده يجي يفضح الشيطان بصير الشيطان يشتغل فيه لحتى يلهيه عن الأشياء التي المهمة في حياتنا التي نكافح فيها من أجل إعلاء راية الحق. طيب هاي هي تقريبا الحصاد كان هذه السنة، طبعا اختصرت كل هذه الأشياء كل هذه بكثير من ساعات التعب، بكثير من ساعات الأرق، بكثير من الضغط النفسي، هي كلها اختصرتها لكم بس لحتى توصل لحتى أنتوا تقدروا لما تقولوا مثلا احنا نقوم بالتبرع لقناة عليون لحتى تعرفوا وين عم بتروح بالتحديد. طبعا بالإضافة إلى المكتب اللي قاعدين فيه، بالإضافة للكهرباء، وتعرفوا بالولايات المتحدة في مصاريف وفي أشياء غالية وأشياء مختلفة شوي عن العالم العربي، بس الحمد لله بإخلاص القيمين الموجودين من الحاج ميرفت وبعض الأشخاص بمساعدتكم بدعائكم الحمد لله قدرنا نتخطى
هذه الأشياء الوصول إلى هذه النقطة. طيب بالمرحلة القادمة أيها الأحبة، نحتاج كمان إلى دعائكم، بنفس الوقت نحتاج إلى تبرعكم المادي. بعرف أنه كثير من الإخوة أوضاعهم المادية على قدهم، بس ولكن نحن من الناس المؤمنين أنه الفقراء هم الذين يصنعون المشاريع الكبرى. بس الفارق بيننا وبين الناس التانيين أنه في العراق ولبنان الفقراء قاموا بإعمار المستشفيات، الفقراء قاموا بإعمار المدارس حتى يستفيد منها الأغنياء. للأسف يعني هذا شيء موجود عندنا بالعالم العربي دائما، أنه أي مستشفى يريدون أن يعمروها يأتي الفقراء ويدفعون، وبيقولوا هذه حبا بالإمام الحسين، هذه حبا بالأئمة سلام الله عليهم. بعد منا بس يخلص المشروع يأتي الأغنياء ويستفيد من هذا المشروع. نحن هون بقناة عليون وجامعة آل ياسين، هي كلها مؤسسة واحدة، أشخاص معدودين يعني، بس ولكن هذه كلياتها اللي عم نقدمها هي من الفقراء إلى الفقراء. يعني الفقراء هن الذين يقومون بصنع الأشياء العظيمة، بس ولكن نفس الوقت هن الذين سوف يستفيدون منها كلياتها. هذه الأشياء إذا مش بالحياة الدنيا بيستفيدوا منها، إن شاء الله بالحياة الآخرة عند الله عز وجل. لأن النية قد ما فينا نحن عم نحاول نخليها تكون دائما لله عز وجل، بعيدا عن الأنوية، بعيدا عن أي شيء ممكن يعكر صفو ما نقدمه لله عز وجل. وهذا كلياته يتوقف على أنتو قديش بتقدروا تصدقوا هذه المواضيع، لأن كثرة كتير في ناس بتطلب، حتى هون في الولايات المتحدة في لبنان يوميا يصلنا أعداد كبيرة من الناس التي تطلب المساعدة. نحن بنحاول قد ما فينا نساعد عن طريق إنه نعرضها عنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو نتصل بمعارف حتى نقدر نأمنهم هالأشياء. بس ولكن يبقى جوا من الداخل إنه ممكن يكون هؤلاء الناس قد يكذبون، بس ولكن نحن نتعامل مع الله عز وجل على نيتنا إنه تكون هذه النية هي صافية لله عز وجل، والله عز وجل هو بيصطفل بهؤلاء الناس الذين يشوهون أو الذين يسرقون. على كل حال أنا أتمنى منكم أيها الأحبة أنه تدعمونا. هأعرض عن لينك موجود على اليوتيوب تحت المحاضرة مباشرة، وعلى الفيسبوك عندي بوسائل التواصل الاجتماعي عند الحاج مربت عمد. نتمنى منكم أنه تدعمونا بأي مبلغ، تدعمونا بالدعاء، تدعمونا بالأشياء المعنوية الأشياء المادية، انه نحن حابين فعلا انه نعمل اشياء كثيرة، بس ولكن الذي يعيقنا هو الناحية المادية. نريد ان نعمل اشياء، مدارس بلبنان يعني من ناحية الانترنت، لان لا نستطيع انه نعمل عمارات وهالامور، او بالعراق، العراق الذي يحتاج الكثير من الجهود يعني المتضافرة لحتى نقدر نوصل لحلمنا بتحقيق مدرسة أو جامعة آل ياسين في النجف الأشرف. نتمنى هذا الموضوع يصير، هو مجرد حلم حتى الآن. يعني كل ما ينطرح هذا الموضوع يدغدغ المشاعر، أنه يكون في جامعة كبيرة حد مرقد الإمام علي سلام الله عليه، وأن يكون في بقلب هذه القاعة الموجودة منبر مخصص فقط يسكر، يعني بنسكره إن شاء الله إذا قدرنا نوصل لهذه النقطة، بنسكره لحتى يكون هذا منبر الإمام المهدي سلام الله عليه لكل الناس الذين سوف يأتون وقت الظهور. فبيكون المشروع جامعة آل ياسين هو مشروع للعلم، وبنفس الوقت لنشر علوم أهل البيت، الذي بإذن الله إذا الله عز وجل وفقنا أن يكون فيه الإمام المهدي سلام الله عليه حين الظهور. وهذه من أحلامنا التي نستحق أن نحلمها، لأن الإمام المهدي قاب قوسين أو أدنى إن شاء الله من الظهور. نتمنى انه دائما ندعي لظهور، وبنفس الوقت ندعي للناس المخلصين انه يكملوا معنا، ونحن نكون من المخلصين مع المؤمنين الذين يدعمون كل هذه المشاريع. ونتمنى منكم ان تدعمونا، وان شاء الله اذا الله اعطانا عمر من اسا للسنة الجاية بكون قدمنا الكثير من الاشياء. بلشنا فعلا بالجامعة على الاونلاين، بلشنا فعلا دراسة الجامعة في النجف الأشرف، إذا نقدر نعملها فعلا ولا لا، لأننا سوف نحتاج كثير من الناس، سوف نحتاج كثير من المال، سوف نحتاج كثير من المخلصين لحتى نقدر نوصل لهذا الشيء، لتكون الجامعة من الفقراء إلى الفقراء فقط. أكيد الناس الأغنياء يعني إذا بيقدروا يفوتوا بالجامعة بيدفعوا كمان، بيدفعوا أهلا وسهلا فيهم، بس نحن عم نتحدث إنه
الفقراء إلى الله عز وجل، ولا نتحدث الفقر المادي بالمطلق. بتمنى لكم إن شاء الله السنة القادمة تكون السنة الشمسية القادمة سنة سعيدة، بتمنى أن تكون سنة مليئة بأعمال لرضا الله عز وجل، بتمنى فيها نخلص لله عز وجل، بتمنى فيها أن يكون سنة ممهدة للإمام مهدي سلام الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.